لما الأطفال كانوا بيلعبوا في حوش مدرسة المستقبل والشمس بتحضنهم بأشعتها الدافية، كانوا مبسوطين، أيوة، كانوا فرحانين، أيوة، كانوا اخلص اخلص نقصد يعني كل كان سعيد، لكن محدش كان شايف الخطر، محدش كان شايف أهل الشر، لأن أهل الشر إحنا ما نعرفش نشوفه. إحنا أهل الشر لا يروا بالعين المجردة. أنت عارف طبعاً إن المدرسة مستهدفة من أهل الشر. لا والله لسه عارف منك دلوقتي حالاً أهو. وهنا بس بدأت رحلة إنقاذ مدرسة الفتاح العليم على إيد حماة الوطن عشان يشعر كل طفل بالأمان. هو إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ هو أنا جاي أشحت منك؟ يا ست تفيدة ولا مالك؟ مفيش حاجة دخلت الحساب لسه، ممكن تكون في التحويل. أنا ماليش فيه، أنا دخل عندي مبارح 52,000 جنيه من جمعية حبايب مصر، وأنا مش همشي من هنا ولا بتعتع غير وأنا واخدهم من حباب عينيك. يا ست تفيدة، هو إحنا أول مرة نتعامل مع بعض، يعني الفلوس هتكون في الحساب بخبيها عنك؟ وأنا شعرفني يا أخويا، هو حد ضامن حد اليومين دول؟ يا ست تفيدة ما ينفعش الكلام ده، إحنا بنك مش كشف سجاير. في إيه بس يا أمي؟ بتزعقي ليه؟ يا أستاذ أدهم، الست تفيدة اتكلمت معنا بشكل غريب جدا، أنا والله عامل خاطر للأستاذ حدوان حضرتك، وإلا كان هيبقى في تصرف تاني، الست تفيدة عمرها ما تصرفت معنا كده. أنا بقى هعرفك دلوقتي التصرف التاني ده هيبقى عامل إزاي؟ أيوة يا مدام افتخار. أنا في البنك دلوقتي، في موظف هنا اسمه، أنت اسمك إيال؟ مش مهم اسمه، أنتوا هتعرفوا تجيبوه إن شاء الله. قال إيه؟ بيقول لي إن فلوس الأرباح لسه ما وصلتش، صدقي؟ أنا قلت له أنا هخليك عبرة لكل إيه يا فندم؟ مش هتخليني عبرة؟ هو في إيه؟ ما أنا مش عارف، الست تفيدة بتتخانق معايا عشان مفيش فلوس في حسابها. انا يا ابني جاي اتخانق معاك انت؟ طب ايه رايك بقى انت انك زعلتني من ده؟ انت معزتك في قلبي من معزه ادهم اللي انت شايفه ده بالظبط، بس انا يعني استغربت ان الفلوس لسه ما جاتش. حساب يا فندم ما فيهوش المبلغ ده، لو محتاجه فلوس ممكن ناخد من الحساب الكبير. حد جاب سيره الحساب الكبير دلوقتي؟ حساب كبير ايه؟ انا عارفه يا اخويا، هو كلام الحساب الكبير يا ست تفيده بتاع اللي بتاع. طب يلا احنا بقى يا ادهم عشان ورايا حاجات مهمه. طب مش هتسحبي فلوس من الحساب التاني؟ طبعا، بس في الحاله دي لازم الاستاذ عيد برضه يكون معانا، عشان الحساب الكبير لازم الاثنين يمضوا مع بعض. طب الحمد لله، ده انا افتكرتك والله عاملاه من ورا ابويا. بس حساب كبير ازاي؟ ولا كبير ولا حاجه. طب بس يلا احنا بينا دلوقتي عشان اتاخرت قوي. ازاي بس يا ست تفيده؟ ده ما شاء الله الحساب. ما تنسد بقى الحساب الكبير، الحساب الكبير. هو احنا مش هنخلص النهارده؟ هتيجي يا ادهم ولا لا؟ الحساب كبير قال الحساب يوم الحساب. مدرسة الفتاح العليم. كوبري ايه بس اللي حضرتك هتعمله في المدرسة؟ حضرتك بتتكلم جد؟ وبعدين هنعمله ازاي ومنين وليه؟ انت عاجبك بقى منظر الفوطة ده يا فندم؟ يا فندم ما احنا قلنا هنغير مواعيد خروج الفصل 5 دقايق. لسه هنأخر الفصل 5 دقايق ونخلي الفصل التاني ينزل في معاده ونعمل فرق زمني بينهم ونراقب مسارات ونعمل دراسة مسارات وخطة مناورات. طب ما نعمل كوبري أسهل، لأن أنت بتتعامل مع مؤسسة عملاقة، مش مع احترامي يعني شوية مدنيين. لا بصراحة المدنيين عمرهم ما هيفكروا كده. بس معلش عندي سؤال، حضرتك تقصد طبعا كوبري خشب صغير كده؟ الجيش برضو هيعمل كوبري خشب صغير كده؟ احنا هنعمل كوبري يليق بمدرسة الفتاح العليم، كوبري من الخرسانة المسلحة طبعا. طب معلش يا فندم، هو سبب الزنقة دي كلها كانت ايه؟ مش المساحة اللي حضرتك خدتها من قدام تالتة تاني؟ يعني احنا واخدينها عشان نلعب يا استاذ عطيات؟ ايه الكلام الغريب ده؟ العفو يا فندم، بس هو سر. ولا سر ولا حاجة، ده هيبقى مقر مجلس الحكماء. حكماء ايه بالظبط؟ زي اي مؤسسة ناجحة لازم المدرسة يكون عندها مجلس حكماء لمواجهة أي مشكلة طارئة. مجلس الحكماء ده اللي هيحل المشاكل اللي هو من قبل ما يجي أصلاً عمل لنا مشكلة، وحضرتك عاوز تعمل لنا كوبري عشان تحلها؟ بالظبط كده. ممتاز. طب وهو مش مجلس الحكماء ده مش محتاج مصاريف برضو يا صفوت بيه؟
طب بالمدرسة هتجيب منين؟ ده احنا دلوقتي بقينا نجد صعوبة في شراء الطباشير. وهو ده السبب في عمل مجلس الحكماء. هيجيبولنا طباشير؟ يا أستاذ عيد بقولك بموت في قفشاتك. ده أنا اللي بموت والله يا فندم. لا يا سيدي مش هيجيبوا طباشير، هيحطوا خطط مستقبلية لحل المشاكل المادية اللي بتواجه المدرسة واللي مخلياك مش عارف تجيب طباشير. أنا منبهر الصراحة من تفكير حضرتك، إزاي قادر تجمع كل حاجة في دماغك كده يا ست العميد صفا؟ ده أنا المنبهرة بحضرتك قوي يا أستاذ راضي، ده أنت غلبت الأستاذ مصطفى بكري في مستقيته. بس هي في مشكلة واحدة يا فندم. اللي هي؟ مجلس الإدارة لازم يجتمع للموافقة على مشروع الكوبري، وأنا متأكدة أن الفكرة العبقرية دي هتعجبهم، بس زي ما حضرتك عارف استحالة نسمح أن حد يقول أن الجيش لما مسك المدرسة مبقاش يحترم القوانين. عندك حق، استحالة نسمح بحاجة زي دي. هم مين أعضاء مجلس الإدارة وبيتم اختيارهم إزاي؟ ده يا فندم نظام قديم من أيام جدي الأكبر عليكم أحمد، مجلس الإدارة برئاسة الملك، ويتم انتخاب 15 من المساهمين والمدرسين وحتى الطلبة ليهم ممثل عنهم في كل مرحلة، ولازم القرارات تؤخذ بالأغلبية. بس كده ممكن المشروع يتأخر. للأسف يا فندم، بالرغم من أهمية المشروع ولهفتنا كلنا عليه، مش ممكن نسمح إن مؤسسة عملاقة زي الجيش يتقال عليها بتنتهك القوانين. عندك حق، مشكلة فعلا. طب ما نعتقلهم يا فندم ونحل المشكلة. امتى يا أشرف كنا بنعتقل الناس عشان آرائهم؟ على طول يا فندم. بتقول ايه؟ يا فندم عشان مصلحة الوضع. انا حزين فعلا يا أشرف، حزين اني بسمع منك كلام زي ده. دور مؤسسة الجيش دايما هو تنفيذ المصلحة العامة بس تحت مظلة القانون. عموما الموضوع ده هيكون اول موضوع يتحط على قائمة اعمال مجلس الحكماء لإيجاد حل سريع ليه. هو مجلس الحكماء ده يا فندم منتظر يجي بسرعة؟ احنا منتظرين قدومهم من وقت لآخر. طيب خليهم يتفضلوا دلوقتي. مدرسة الفتاح العليم. الناس خلاص بتضحك راس جابت جد حضرتك. من يوم الثورة الحرة الكبرى بيقولوا ما احناش خايفين، مع ان سلاحهم ويا كلابهم دول مرعوبين. من يوم الثورة الحرة الكبرى ايوه احنا مش خايفين، مع ان سلاحهم ويا كلابهم يمكن مرعوبين. لا ينفع كبري ولا عطري بيجري طلعنا بثورة. بس معنى كده ان يلغي شخصية المدير بتاعنا؟ اهو ده اللي انا عمري ما هقبله ابدا، لان مكانه المدير من مكانتنا كلنا. ماشي صح قوي كده. قلت لك اخرس. حضرتك بقى اللي عاوز تتخلى عني. اتخلى عنك؟ اتخلى عنك ازاي؟ انتوا ما تعرفوش ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ شكرا يا مصر، شكرا يا مصر. شلة حرامية سرقونا خلوها تكية، نطوا على السلطة وبقينا في اكبر ورطة.
طول عمر حديد وجديد ولا قلبي لين دوق حتى الكفتة والبيتزا أو أي عجين. عندنا وطنية فيها أحسن خدمة بنزين 90. اتلم يا أدهم يا مغفل يا أبو مخ فريد، أي خاين بلدك لو حكمت راح أبلغ فيه. يا ستي السودة أمي للأوضة مع أحمد موزة. يا حاج يا حاج، ده انا لسه جايب لك الشاي، وهي اللي كانت منفضه لك على فكره. هو انا هبيع بلدي على كوبايه شاي؟ طز فيك انت والشاي بتاعك، وتحيا مصر تحيا مصر. يا اخويا العالم، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، بنحبك يا مصر.